من الـ بي سي آي مساء الخير، هذه أبرز العناوين. 13 نيسان ذكرى بداية الحرب لكنه يتكرر كل سنة. وزير الداخلية يعلق مهلة قبول طلبات الترشيح حتى 19 أيار ويعاود قبولها في 20 منه. قاضي إعادة محاكمة مبارك يتنحى. نشرة أخبار الثامنة من الـ بي سي آي مع ماريو عبود وجوزيان رحمي. مساء الخير. 13 نيسان 75، 13 نيسان 2013، 38 عاما مرت وكأنها اليوم، وكأنها أمس، وكأنها حاصلة غدا. 38 عاما والحرب لم تنتهي بعد، لأنها كانت تتجدد بأشكال مختلفة وتسميات متعددة. حين انفجرت لم يكن أحد يدري أنها بداية الحرب، بل ساد الاعتقاد أنها حادث، لذا سميت حادثة عين الرماني. ثم كانت جولات، الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، ولم تنتهي الحرب. ثم سميت حرب السنتين ولم تنتهي الحرب. ثم الاجتياح الإسرائيلي ربيع عام 78 ولم تنتهي الحرب. ثم حرب المئة يوم على الأشرفي ولم تنتهي الحرب. ثم حرب زحلي ولم تنتهي الحرب. ثم الاجتياح الإسرائيلي عام 82 ولم تنتهي الحرب. ثم حروب متنقلة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ولم تنتهي الحرب، وصولا إلى اليوم ولم تنتهي الحرب. في 13 نيسان عام 75 كانت هناك بوسطة واحدة وعين رمان واحدة. اليوم هناك عشرات البوسطات وعشرات عين الرماني، وكأن أحدا لم يتعلم شيئا، وكأن الانفصام نهج حياة. فمن جهة كلام منمق عن التعايش والوحدة، ومن جهة أخرى وعمليا فالتعايش مجرد كلام صالونات، والوحدة اسم على غير مسمى. 13 نيسان يتكرر كل سنة. في الذكرى لم تغب الهواجس والملفات والاستحقاقات، سواء الحكومية منها أو الانتخابية. فالرئيس المكلف وفي اليوم الثاني على إطفاء محركات الكلام التقى وفد قوى الثامن من أذار الذي ضم معاوني السيد نصر الله والرئيس بري والوزير باسيل والنائب بقرة دنيا والوزير السابق يوسف سعادي. وبقي اللقاء بعيدا من الإعلام، وهو يأتي في ظل تنامي الحديث عن أن الحكومة ستبصر النور منتصف الأسبوع المقبل. أما انتخابيا فالجديد اليوم تعميم لوزير الداخلية قضى بتعليق مهل قبول طلبات الترشيح حتى 19 من أيار المقبل، على أن تقبل الترشيحات مجددا اعتبارا من 20 من أيار.